السلام عليكم، صباح الخير، صباح الخيرات، كديرين؟ تمنى تكونوا بخير وعلى خير. من حدا شاطئ اسكندرية جايين هنا الصباح، تمشينا. شوفوا لنا كديك البلاصة، هاي القلعة، هاي 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 دي القلعة. ان شاء الله ان شاء الله غنمشي لها وندير فيها تماك، نصورها لكم حتى هي ان شاء الله. دابا انا هنايا حدا المكتبه ديال اسكندريه المعروفه، يعني مكتبه اللي هي معروفه هنايا، كبيره، اكبر مكتبه عندهم هنايا، كانوا قدوها على ما اظن مع الامم المتحده. هي دي مكتبه اسكندريه، شوفوا كبيره من هنايا، من هنا كتبه كبيره، الدخله ديالها من لهيها من هذيك البلاصه اللي هي. يلا هم شو نشوفوها. احنا دايرين اصلا ممنوع الدخول اطفال اقل من 4 سنوات. التيكيت ما عرفش بشحال، المهم غادي نشوف بشحال نقول لكم. المهم بعد اقل من 4 سنوات ما يدخلوش، ممنوع. المهم هنايا كاينين الامانات اللي بتحطوا شي حاجه، اللي عندكم باجاج ولا شي لعبه كتحطوا هنايا، والتذكره بالنسبه لهذا المصريين 5 جنيه، وبالنسبه للاجانب 70 جنيها. اش باينه؟ $5. الحيط ديالها وكاتبين داكشي الفرعوني، مجسمات فرعونية. يلا باقي كيديروا، احنا في مشينا كنلقاو التحديثات الترميمات. شو هذيك الكره اللي تماك؟ ديك البلاصه منين صورت من جهه البحر، فاش كان تنشوفوا اتجاه المكتبه، حنا دابا فوسط منها. كاينه فيها كافي، ما ندخل دابا من هنا. يلا يلا البلاصه هذه اللي ديال الحاجه التقليديه ديالهم هنايا. يلا هادو كلهم قاعات اللي كاينين هنايا. كنهضر بشويه حيت مكتبه نورمالمون، ممكن تلقاوني كنصور بلا صوت. كل بلاصه فينا كاينين ديال القاعات مكتبه. هنا كاين استقبالات، الا بتسول ولا شي حاجه. شوفوا كتبه كيف دايره، دو استقبالات كلهم. شوفوا من اللي هو الاول هنا، دايرين شي حاجه على التليفون، ما عرفتش شنو هي. التليفون تهضروش في التليفون هنايا، ممنوع ممنوع التليفون في المكتبة. الناس في المكتبة شوفو، شو كاين من الفوق.
نطلعوا لفوق من هنا. شوفوا الكراسي، كراسي داينه على شكل كتاب، زوين الشكل ديال كرسي ستجلسي فيه على شكل كتاب. هنا نطلعوا دمينا، كل هاد البلاصة دي فيها بلاصة يعني عرفتنا شنو كاين فيها. دير فيها البلاصة القديمة وثقيل، تسمعو خطوات رجلية. هذيك اللي هي مكتبة قديمة كانت دايرة ديك هذيك الطباعة، مكتبة الطباعة. انا غندير لها زوم، شوفوا هنايا هي هذه مكتبة الطباعة القديمة. تنزل ومهدي من بعيد، تنزل نقرب عليكم. فيها شحال من كولوار، كبيرة بزاف. يلا هادي هي مكتبة، ملي نكون نازلة غادي ندور نوريكم هاديك الطباعة القديمة. هادي هي مكتبة كاملة. يلا نشوفو حاجة واحدة أخرى. شوفوا هذا داك من أذربيجان، شاعر هو اصلا، كان شاعر. يعني دايرين كلشي اليوم هنا، التماثيل ديالهم كل بلاصه دايرين فيها يعني كل روبة كل وار دايرين فيها. يعني هاد البلاصه هادي خاصها التاريخ الافريقي وتاريخ مصر مع السودان. هاد الاخرى هادي تاريخ الشرق الاوسط، اللي باغي شي كتاب يعني ما يتلفش تمشي ديريكتو مرتبينها الصراحه. صافي المهم هادشي اللي كاين في الكتاب هنايا. هنا خاصة باليونيسف، يونسكو. يعني كي دايره، شوف الشكل ديالها، دايره دائريه بحال بيضاويه. يلا نطلعوا الفوق نشوفوا شنو كاين الفوق، نمشيو بلاصه فين كاين السادات. هنايا في شي طبلة كيديروا مطبوعات يعني مجانيه، عندك الحق تاخديها لجوج، تختار اللي بغيتي هنا تاخديه. هادي الخزانة ديال الطباعة، أو هاو خزانة أختام، خزانة أختام
محمد علي باشا. كنت شناكي هذه مكتوبة بالتركية، مدام استذكاري لإنشاء مطبعة بولاق. أيوه مكتوبة بالتركية. وفق كيفاش كانت تبان؟ وهذه لا، هذه ديك الآلة ديال الطباعة الحجرية من الحجر. دايما كيديرو بلاصة بورتري فوتوغراف. هذا قرار ديال جامعة عبد الناصر، تنظيم إصدار الجريدة الرسمية. هذا هو القرار ديالو. هادشي ديال الجريدة الرسمية، إهداء إهداءات. هذا بالنسبة اللي كيدير الأشكال، أشكال الصحف الرصاصية كيخرجوا منها أشكال. هو هذا دفتر الرواتب، دفتر الرواتب. شوف كي كان ثمانية وسبعة وثمانين، حضور وغياب موظف الطباعة. هذه لوحة يعني تذكارية، على أساس ممكن رجعت للطباعة تاني. تم بناء لكم هكايا نعاودو نرجعو المكتبة ديال هاديك المطبعة ديال الوراق. دارو هادي تذكري، لوحة تذكارية. هيا فاش رجعو على ملك الدولة. وهي هادي كيخرجو من الجرائد. ديال الآلات التي تم استحداثها بمطبعة بولاق. كانت الطباعة الظروف اللي كيكتبها أي ضد راسي ضد الكروت، تذهيب الكروت، كتذهب الكروت. ماكينة كتسطر، كتسطر أوراق، كتسطر أوراق من المعرفة إلى الحكمة. هادو اللي هنايا أكيد أكيد الأدباء. شكون هو هذا اللي قدامي؟ الشاعر أحمد شوقي. هاو شايفين الشاعر أحمد شوقي. حافظ ابراهيم اكيد هذا شكون ما يعرفوش.
هذا غني عن التعريف. نجيب محفوظ غني عن التعريف، هذا هو غني عن التعريف. شكون هو هذا؟ توفيق الحكيم. انا نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وكنعرفهم بزاف، وطه حسين اهو معروف يعني. هذا محمود، هذا عباس محمود العقاد. كلهم علماء، جابر بن حيان وابن الشاطر، مجموعة من العلماء. أنا هنا كاين متحف، ولكن على ما أظن ممنوع الصور. متحف ديال فاروق حسني، فاروق حسني هو هذا. كي ممنوع الصور تقريبا، ما نعرف. شوف كثيرة المباني ديال مكتبة، تحسها لاصقة مع السماء مع السحاب. أنا خرجنا من المكتبة من الجهة الأخرى، البلاصة اللي دخلنا منها ماشي هي، خرجنا منها غادي نطلع الفوق. شوف الشكل ديالها. شوفوا كبيرة قداش نايا. البحر ونورمالمون هنا قريب للبحر، ولكن هنايا كان يعني بامكاننا ندخلوا من هنا، ممنوع انا نخرجوا منه. الجهه الاخرى من دخلنا، يعني شوفوا هنايا ملي صورت لكم قبل ما نبدا التصوير ديال المكتبه، ولكن احنا مشينا طواله، واحد طواله نيت شارع كبير، ضربنا له الدوره من اللي هيها عادش دخلنا المكتبه. صافي هذا هو اللي كاين في المكتبه، وكاين واحد الكافي، كافي ديال المكتبه خاصه بالمكتبه، ضروري تدخلوا ليها. تما كني كنجي كتشربي قهوه ولا كابوتشينو ولا اللي بغيتي.
ما غالياش صافي، هادشي اللي كاين غنوري لكم من غادي نخرج. هذه هي الكافيه اللي قلت لكم تبع المكتبه. احنا غادي ندخلوا نفطروا، لان مازال ما فطرناش هادشي الصباح. وفيها يعني فيها نصور جوا؟ لا الناس جوا، ما اقدرش اصور خصوصيه الناس. ندخل يا فيها القهوه، الكافي برازيليان زوينه بزاف، ولكن داخل ما نقدرش نصور داخل الناس خصوصيات وهذا. دونك ندخلوا نفطروا ونخرجوا. صافي احنا خرجنا. نتمنى هذا الفيديو كيعجبكم. انا ما صورتش الداخل لان دايرين طرق موسيقى، بتات تكون اصلا مضيعه غير وقتي، تكون يعني محفوظه يعني من هي كوبيرايت، تكون فيها حقوق النشر والطبع. دونك هادشي اللي كاين. نتمنى هذا الفيديو يعجبكم. الى فيديو واحد اخر كنقول لكم السلام عليكم.